أشوف هواة مبتدئين يروحون للجيم أو أشخاص ماخذين استراحة ممكن عيد رمضان يرتكبون أخطاء قد ممكن تؤثر على بناء الكتلة العضلية أو خسارة الوزن. فاليوم راح نحكي عن هذه الأخطاء. أول واحدة هي البرو سبليت. إذا أترجم لكم إياها شنية معناتها أنه تروح للجيم وتمرن عضلة واحدة بس. مثال مثلا الاثنين تسوي صدر، الثلاثاء تسوي ظهر، الأربعاء تسوي رجل، بعدين ذراع، بعدين أصابعك، ترى الشاقة على هاي من الأصابع. بس يعني إذا تلاحظون إنه كل ما يروح للجيم يسوي بس عضلة واحدة فقط. المشكلة بالموضوع إنه راح تسوي العضلة بس مرة واحدة بالأسبوع، معناها إنه لازم تسوي هواية مجموعات. لما تسوي هواية مجموعات ممكن راح تصير إصابة بالعضلة، أو ممكن راح تتعب وما راح تقدر تدفع. أريدك تركز على التمرين العضلة مرتين إلى ثلاث مرات بالأسبوع، ووزع هاي المجموعات إلى هذه المرتين إلى ثلاث مرات بالأسبوع. حالياً أنا أروح للجيم ست مرات بالأسبوع. أول يوم أسوي عضلات الجسم من فوق، ثاني يوم أسوي عضلات الجسم التحت من جوا، وبعدين أعيد فوق جوا فوق جوا. معناها كل عضلة دا مرنها ثلاث مرات بالأسبوع، يعني تقريباً دا أسوي من 20 إلى 30 مجموعة لكل عضلة. يعني بدل ما تروح يوم واحد تسوي صدر 20 مجموعة بيوم واحد، قسمها هاي العشرين مجموعة، سوي مثلاً 7 7 7 ثلاث مرات بالأسبوع، أو سوي مثلاً 10 مجموعات اليوم الأول ورد يومين ثلاثة تأخذ استراحة وتسوي 10 مجموعات من جديد. ثانياً التمرين بشدة قوية. لما أنت تكون مبتدئ أو خلينا نقول ما أخذ استراحة لأن كان رمضان وعيد، بعدين ترجع للجيم ما يصير تروح قوي. عقلك راح يتذكر إنه أنت كنت تدفع قوي قبل ما تأخذ استراحة، بس جسمك ما دي يتذكر، فجسمك مو جاهز إنه تدفع أنت قوي. فهذه راح تسبب انه ممكن يصير بك اصابه، ممكن عضلاتك راح توجع. يعني حتروح للجيم اليوم الاثنين وتسوي صدر وعضلاتك بعدها توجعك من الصدر الى يوم الخميس. فحاول لما ترجع للجيم ارجع شويه شويه وخلي يكون عندك صبر، وبعدين شويه شويه قوم زيد شده التمرين عليك. ثالثا التركيز على عضله واحده فقط. شوف هواي رجال يركزون بس على الصدر ومثلاً بايسبس، وأشوف هواي نساء يركزون بس على المؤخرة، وكل يركزون هواية على عضلات البطن. أنا أنصحك نصيحة إنه كل عضلة حاول أن تمرنها 15 إلى 25 مجموعة بالأسبوع. 15 إلى 25 مجموعة بالأسبوع. إذا العضلة كانت عندك ضعيفة وتريد تركز عليها أكثر، مرنها 25 مجموعة بالأسبوع. إذا عضلة كانت عندك قوية وما تحتاج تمرنها هواية، مرنها 15 مجموعة بالأسبوع. رابعاً طريق إداء التمرين ورفع الوزن فوق قدرتك. كثير يحاولون يروحون للجيم يرفعون وزن فوق قدرتهم، ممكن حتى يفيكون أو يشوفون العالم إنهم أقوياء. هذه ممكن قد تسبب إلى إصابة. لما يصير في عندك إصابة فكر بيها هيج، ممكن راح تأخذ بريك لمدة 3 شهور 6 شهور. بكل هاي المدة ما راح تقدر تمرن العضلة، فما راح تقدر تكبر العضلة. فحاول أن تشيل ثقل مناسب إليك وتدفع نفسك بطريقة مناسبة. خامسا أخذ الهرمونات من البداية. كثير من الشباب أشوفهم هسه بدوا للجيم رأسا يدخلون على مجال الهرمونات، قبل لا يعرفون شلون يتمرن عدل، لا يعرف شلون يأكل عدل، لأنهم هاي ما يعرفها. أنصحك أنه إذا تريد تأخذ هرمون، أول شيء ما نصحك تأخذ هرمون، بس إذا تريد تأخذ هرمون at least لازم تتدرب تقريبا 5 سنين 6 سنين، ولازم تفتهم شلون تتدرب طريقة صحيحة، شلون تبني عضلات بطريقة صحيحة، شلون تنزل دهون بطريقة صحيحة، وشلون تأكل بطريقة صحيحة قبل ما تطخ أي هرمون. سادسا والأخيرة الاستماع إلى النصيحة من مدربين الغلط. هواي على الانستغرام يسألوني أسئلة، يقولوا لي مدرب بالجيم بالعراق قال لي هيك، مدرب قال لي هيك، وانا اقول لهم غلط غلط غلط، لا تسمعون. وتعرفون انتم بس تدخلون القاعه الكل مدربين. انت هسه شلون راح تعرف انه هاي النصيحه صحيحه او لا؟ لما تشوف انه النصيحه راح توعدك فشي خيالي، فنتيجه خياليه، معظم الاحيان هاي راح تكون كذب. انطي لك مثال، مثلا يقولوا لك اخذ هاي الكبسوله راح تنشف لك كل الدهون، راح تكبر لك العضلات، سوي عضلات البطن كل يوم حتى يطلع لك سكس باك، او مثلا روح سوي كارديو على معده فارغه حتى تحرق دهونك. فهاي الشغلات كلها خرافات. كبسولة ما راح، ماكو فت كبسولة راح تحرق كل الدهون عندك. لازم تسوي رياضة لمدة طويلة، لازم تسوي دايت لمدة طويلة، وما تقدر تسوي عضلات بطن كل يوم تطلع لك السكس باك. لازم تنقص نسبة الدهون. انت عندك سكس باك اوريدي، عندك عضلات ببطنك، بس اكو دهون فوقها مغطيتها، لازم تخلص من هاي الدهون. التخلص من الدهون ياخذ وقت هواية.
والكارديو على معدة فارغة هذا ترى ما راح يفيدكم زايد. إذا تاكل أو ما تاكل وتروح تسوي كارديو راح تحرق نفس السعرات الحرارية. وبنهاية اليوم يعتمد على السعرات الحرارية اللي تدخل بجسمك والسعرات الحرارية المحروقة الخارجة عن جسمك. فأتمنى بعض هاي النصائح فادتكم. شكرا لمتابعتكم للفيديو وأشوفكم الحلقة الجاية.